احنا معانا تقريبا كيلو من السجق، وطبعا هاتي السجق بقى من مكان موثوق منه كده علشان يبقى طعمه حلو. واحنا عاده بنقعد نجرب، يعني نروح مره هنا عند الجزار او في السوبر ماركت مش عارفه ايه، لغايه لما نعرف المكان الحلو اللي بيعجبنا اللي بيتباع فيه السجق، ومن هنا بقى نبدأ على طول ان شاء الله. يعني معايا كمان تقريبا كوبايتين كبار من لسان العصفور، هنحمرهم كده في زيت وسمنه، السمنه بتدي طعم حلو، وحتى يعني حته صغيره جدا من السمنه مش كتير، والزيت نفس الحكايه عشان يبقى لونه كده لونه بني حلو كله واخد لون واحد ولطيف جدا. لازم تفضلي تقلبي فيه باستمرار، ما تسيبيهوش ابدا لغايه ما ياخد كل لون اللطيف الحلو ده. ومعايا بصلايه مبشوره بشر ناعم، معايا طماطميتين مبشورين برضو، معايا فلفل الوان متقطع شرايح رفيعه او ممكن يكون متقطع مكعبات برضو براحتكم، فصين من الثوم المفروم، معايا مكعب مرق وملح وفلفل وكمان شوربه. لو ما عندكيش شوربه مفيش مشكله، مكعب المرق هيبقى ظريف وتحطي ميه سخنه وكله هيبقى تمام، لكن احنا عندنا شوربه فهنستخدمها في الطاجن اللذيذ الحلو ده وبس خلاص، ولا اي حاجه تانيه. انا عايزه هنا اسخن الطاسه علشان اول حاجه هعملها هنزل بالسجق، وهنزل بالسجق على طول من غير ما احط له ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، لانه هو اصلا مليان دهون، وهتشوفوا دلوقتي معايا هينزل كل دهونه عشان بس ما يبقاش الطاجن تقيل ومليان ايه دهون كتيره. نحط شويه زيت زي ما اتفقنا وحته سمنه صغيره، ونحمر لسان العصفور اهو، معلقه زيت، وهناخد كمان كده ايه حته سمنه صغيره اهو، ومعانا لسان العصفور كده. انا معايا لسان عصفور متحمر بس هحمر ده معاكم برده كده، عايزينه كده ياخد لون لطيف وحلو، واستمرار التقليب فيه هو اللي هيعمل كده، هو اللي هيديله لون حلو كده. طيب عشان الوقت واحنا لسه قدامنا وقت عادي اقلب في البتاع ولا ايه؟ كده هو خليه كده. اه يا سجق يا ابن الايه، خلوا بالكم يا جماعه وانتوا واقفين في المطبخ والنبي ربنا يسترها معانا كلنا. هنبتدي يلون اهو، انا شايفه ان السجق كده خلاص اصلا، انا عايزه اطلعه في طبق. هو كده خلاص مش محتاج اكتر من كده، متخيلين كميه الدهون اللي نزلها السجق عامله ازاي في الطاسه؟ مش ممكن. بصوا انا بطلع السجق كله عشان ايه ماخدش كل الدهون دي اهو، بس كده. وكمية الدهون الرهيبة اللي نزلت في الطاسة دي خلاص انا مش عايزاها، نشيله كده بعيد. شكرا يا طاسة. هنحط السجق بقى هنا كده، نجيب حلة لسان العصفور جنبنا هنا اقرب، اهو ابتدى يلون. وعلشان الوقت برضو والحق اوريكم انا بعمل ايه، هحط ده كمان اهو، انتوا برضو افضلوا قلبوا فيه كده لغايه لما تاخدوا منه لون لطيف، اللون اللي انتوا تحبوه، ما يبقاش غامق قوي ولا يبقى فاتح قوي كده. ياخد لون حلو كده وخطير. ونبتدي بقى ايه نحط له البصله، بصلايه كبيره حلوه كده مبشوره ناعم، ونديله تقليبه. بصلايه بقى ايه اول ما نزلت في لسان العصفور الريحه خطيره كده، وننزل بالطماطم كده اهو، طماطم برده، الطماطم هتتقلب هتثبت شخصيتها على طول وهتشم ريحه تجنن كده.
والفلفل الالوان لو تحبوا، مش هحط كتير، ولو عايزين تحطوا فلفل حامي كمان هيبقى خطير كده. واخر حاجة دايما بحطها هو الثوم، علشان بس ايه يعني اول ما اشم ريحته على طول خلاص ابقى انا كده ايه، احط بقى الشوربة والملح والفلفل ومكعب المرق، فبخليه اخر حاجة بيبقى افضل. اول ما اشم ريحته كده ريحة الثوم كده ظهرت تمام التمام، هنحط بقى الشوربة يا دوب الشوربة تغطي لسان العصفور لان هو ايه هيستوي على طول مش هياخد وقت ومش هيحتاج شوربة كتير ولا مية كتير. هنحط مكعب المرق الحلو ده كده اهو، ورشة ملح وفلفل، ملح وفلفل طبعا اكيد الشوربة بتبقى متحدقة ومتظبطة ومكعب المرق كمان بيبقى فيه ملح، فانتوا تدوقوا برضو الموضوع وتشوفوا هتحتاجوا قد ايه من الملح والفلفل. بعد كده بقى في طاجن ظريف عايزين ننقل الكلام ده كله في الطاجن ونحط عليه السجق وندخله الفرن بقى يستوي. بس كده بيطلع خطير زي اللي جابه لكم استاذ احمد، ده ملوش حل، تحفة، وصفة حلوة جدا جدا للسان العصفور بالسجق، هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله. انا عايزة بس كده ايه نشيل لسان العصفور ونحطها في الطاجن كده اهو. ممكن تزودوا كده شوية مية، شوية صغيرين مش كتير، وهو هيدخل فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، هياخد له تقريبا ربع ساعة. كده ونبتدي بقى ايه نحط السجق بقى، حطوه بقى بالطريقة اللي انتوا تحبوها، اعملوا شكل مثلا ولا حاجة، بيطلع خطير يا جماعة. وزي ما قلت لكم في اول الحلقة، لو كمية السجق عندك قليلة مش كتيرة قطعيه مكعبات وحطيه جوه لسان العصفور، مش لازم يتحط على الوش كده يعني، هيبقى برضو ظريف جدا وهيعمل لك نفس الطعم وكل حاجة حسب كمية السجق اللي عندك تقدري تستخدميها، مفيش مشكلة. كده اهو كده اهو اهو، ومش مستاهلة خالص ان احنا نغطيه بألمنيوم فويل ولا اي حاجة، وبيطلع خطير. انا مش عارفة ارصه كويس صح، اهو السجقية طويلة قوي بس كده حلو كده يلا. بيطلع خطير خطير يا جماعة، ممكن تحطوا عليه بقى فلفل حامي كده شرايح من فوق بعد ما يخرج من الفرن، جربوه هيعجبكم جدا.